السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في وصفة اليوم. اليوم غادي نصاوبوا واحد لي بغيوش اللي كيجيو بلاباتات دوس او لاباتاتا حلوه. الوغ بالنسبه للمقادير غادي نحتاج بطاطا حلوه، عندي هنايا جوج بطاطات فيهم تقريبا شي 300 حتى ل 320 غرام، من بعد ما نقيناهم فراه ولات فيهم 280. عندي بيضه، عندي نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر، واحد نص كاس ديال الماء دافي، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، واحد سكر فانيي، واحد لوفير شيميك، 500 غرام ديال الطحين نوعيه ممتازه، وعندي هنايا شوكولا اللي قطعته باش غادي نعمر لي بريوش ديالي. اول حاجه غندير هو انني غادي ندير هاد الخميره هادي باش تفاعل فوالا مع هاد الماء، وغادي ندوزو للطريقه. بالنسبه للطريقه، اول حاجه هو انني غندير هاد البطاطا حلوه، غنزيد عليها البيضه، البيضه ما تكونش كبيره بزاف، غادي نزيد الزيت وغادي نزيد السكر، صافي. غادي نحاول انني نخلط هاد العناصر، حتى كيولي عندي على شكل بوماد. غندير الملحه باش ما يجيوناش لي بريوش ديالنا باسلين، سكر فانيي، وغادي نخدم. هي لاباطا دوس دغيا دغيا يعني كترجع كريمه، ماشي بحال البطاطا العاديه كتقصح. فوالا، الصراحة كيجيو لذات، كيجيو خفاف، وكنعرفو بأن الدراري ما تياكلوش بطاطا حلوة، مع العلم أن حتى هي فيتاميني، دونك ما فيها بس أننا ندخلوها في الوصفات. فوالا، غادي نزيد هاد الخميرة هادي مع الماء، كاينة الحرارة والمدافي دغيا كتفاعل. غادي نخلط، بالنسبه للحشوه كيف ما قلت لكم انا غادي نستعمل الشوكولات، لان حنا عارفين ان الوليدات كيعجبهم اي حاجه فيهم الشوكولات، فباش ياكلوهم ليا جو بريفير انني ندير لو شوكولا. عندي هنايا شوكولا نوار، يعني 75% دو كاكاو، ممكن ديرو نوتيلا، ممكن ديرو كريم باتيسيير، ديرو اون بوري ديال النقاس اولا ديال التفاح، يعني الحشوه عندكم الاختيار. صافي، غادي نبدا نخدم هكا مزيان. ودابا غنبدا نزيد في الطحين، غندير واحد شويه، واخا يعني الطحين عندي العبار ديالو مضبوط، فما غاديش نديرو دفعه واحده، وانما غادي نبقى نزيد فيه شويه بشويه. غندير لا لوفير شيميك، نزيد شويه ديال الطحين، لا تيكستور ديال العجينه ما كتكونش يعني ما تتكونش قاصحه، خاصها تبقى لينا مطلوقه. ممكن تزيدوا فيه حتى دانون الا بغيتوا، كيبقى اختياري، ولكن انا كنديرو بهذه الطريقه كيجي غزال. منين صدقوني منين غادي تجربوه غادي يولي هو المعتمد عندكم. فوالا،
غنزيد هذا الشيء اللي بقى ليا ديال الطحين، كنزيد الطحين وكندلك حتى كندخل فيها ديك الكميه كامله، ومن بعد نخليها تتخمر عاد باش كندوز نشكلها. غنكتفي غير بهذا القدر ديال لافارين وغادي نجمعها. تقريبا خليت هنايا واحد نص كاس، يعني 500 غرام، قل نص كاس اللي خدات معايا، ممكن تاخذ معكم 500 غرام كامله. شفتي ولا التكستور ديالها كيفاش دايره، كتبقى كتلصق باليد. صافي دابا غادي نخليها ترتاح حتى تخمر مزيان ونعاودو نتلاقاو. الوغ من بعد ما خمر لينا البريوش ديالنا ضاعف الحجم ديالو ولا على هذا الشكل هذا، فوالا. الوغ غادي ندير واحد شويه ديال الزيت باش ما يلصقش لي في يدي، وغادي نبدا نخرج منه ديك الهواء اللي تكون فيه. فوالا لو بلان دو طرافاي بيان سور راه نقي. صراحة كيجي خفيف هاد البريوش هذا، شفتي يعني العجينة كتلتصق باليد. فوالا دابا غادي نبدا نشكل منه، اولا غادي نبدا نشكلو. دائما كنديرو شوية ديال الزيت غادي ندير منه واحد الكويرات في هذا القياس هذا تقريبا. فوالا كنحاولوا اننا نديروهم مقادين. ومن بعد احنا غادي نطلقوهم ونعمروهم بداك لو شوكولا اولا كيف ما قلت لكم، يعني اللي بغيتي، وكريم باتيسير، مكسرات، اللي بغيتو. فوالا هو كيخرج كميه، يعني الا عندكم طاوه كبيره غادي يخرج لكم تقريبا بوغ حتى ل 12 بيرسون. عندكم طاوة صغيرة فانتوما غادي ديروا جوج طاوات. صافي دابا من بعد ما شكلتهم غادي نجيب شويه ديال الدقيق باش غادي نكرسهم وغادي نشوفوا شنو غنديروا. فوالا دابا غادي نبقى نرش شويه ديال الطحين، كنكرس يعني اي واحد شويه بحال هكا، ماشي رقيق بزاف. لان العجينه ديالو خفيفه فمن الافضل اننا نديرو الطحين باش ما يلصقش لينا. صافي وغادي ناخذ الشوكولا فوالا وغادي نسد عليه بهذه الطريقه هذه. بحال غادي ندير واحد الرغيفه باش كنتحصل على هاد يعني المربع. فوالا صافي
عندي هنايا المول اللي درت فيه الزيت، كنزل لابريوش ديالي، كنزل يعني وحده حده وحده، ونخليهم يخمروا عاد باش كندهنوهم وندخلوهم يطيبوا. منين كيطيبوا كنعاودو ندهنوهم بواحد شويه ديال لا كونفيتور اولا الناباج، المهم اللي عندكم. فوالا ندير ليها بحال الرغيفة، باش نحصل على هاد المربع، وغادي نستمر يعني حتى غنكمل هاد الكمية اللي عندي كاملة. وغادي يعني ندير العجينة ديالي نخليها تخمر، ومن بعد غنسخن الفران على 180، ومن بعد يعني الفران ندير الفوق والتحت، من بعد نقص عليهم ونخليهم يطيبوا على خاطرهم باش يطيبوا لنا من برا ومن الداخل. نتمنى ان يعني يكون واضح. فوالا سهله، شي حاجه سهله. نزيد معكم واحده اخرى، شفتوا مع ان العجينه يعني كانت كتلصق بزاف منين خمرات، فعطاتنا الطول ولات الخدمه ديالها سهله، شي ما كتعذبش في الخدمه. على هذا الشكل هذا صافي، هانتوما يعني كيف ما كتشوفوا. صافي غادي نكمل نعمر المول ديالي ونخليه يخمر، ومن بعد ندهنو كيف ما قلت لكم بالبيض وشويه ديال نيسكافيه اولا شويه ديال الشوكولا اولا غير البيض وواحد القطيره ديال الخل باش ما تبقاش لينا ديك الزفوريه، وندخلو يطيب. ومنين يخرج ندهنو بكونفيتور عسل او ناباج، ندير فوق منه اللوز كاوكاو ولا البافو اللي عندكم. انا غادي نكمل هاد العجينه ديالي ونخليها تخمر ونعاودو نتلاقاو من بعد ما طيب لينا لابغيوش ديالنا. فوالا من بعد ما وجدت لينا لابغيوش، الوغ كيف ما قلت لكم بعد ما خمرت انا دهنتها بالبيض، درت فوق منها شويه ديال البافو شويه ديال الكاوكاو مهرمش، درت هادي ودرت هادو حتى هما انديفيديوال باسكو كان عندي المول صغير وعندي العجينه بزاف، الوغ درت هادو انديفيديوال. شوفوا كيف كيجيو الصراحه غزالين. غنوريكم واحد طريف ديجا سيباري هذا. فوالا وهادو انديفيديوال كيجيو غزالين، مفشفشين، مقطنين وخفاف. فحال ديما الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش انكم تبارطاجيوها مع صحابكم وحبابكم، وبيان سور جربوها وتردوا عليا الخبر، وبسلامه عليكم.